السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نهضروا إن شاء الله على الضوء ديال هذه الصينية هذه. بالنسبة لليدات ديال السينيال مع الليدات ديال الفيوز، شحال واحد كيمشي له السينيال وما كيعرفش زعما كيفاش غادي يدير يحل هذا السينيال هذا، مع فيه شوية ديال الصعوبات باش غادي تصاوب هذاك السينيال، لا تيكون في واحد الكولا سبيسيال وخصك تحل بزاف ديال الكولا تفتحهم بطريقه فنيه باش ما تهرسش الزجاجه ديال السينيال. كما كنشوفوا هاد الجهه من هنا خدامه، الجهه الاخرى كندير السينيال ما خدامش فيها، كما كتشوفوا هنا في الطابلو راه خدام، وهنا بالنسبه للسينيال ديال الفوق ما خدامش الطابلو، كما كنشوفوا ها هو خدام السينيال ديال هاد لافاس هادي. وهاد الجهه الاخرى كما كنشوفوا الجهه الاخرى ما خدامش، اللور خلاص راه خدام. غنشوفوا هاد، نهضروا حنا على السينيال ديال القدام اللي المشكل ديالها عندنا الجهه ديال اليسار راه وقفات. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحلوا هادشي ونصوبوه ونوريكم الطريقه سهله باش تصوبوا هذا الفيلم هذا، وتبعوا معنا الفيديو. بعد ما حلينا هاد الدوفو هذا نشوفوا دابا هاد الفيشات هادو، نحلوهم ديال السينيالات. شوفوا نحلوا هاد السينيال هذا اللي عندنا فيه المشكل، السينيال ديالها هو هذا. غادي نحلوها ان شاء الله ونصاوبها، وتبعوا معنا الفيديو حتى نسالو ان شاء الله نوريكم الديفو فين كاين. كما كنشوفوا الكولا اللي دايرين لهنا كولا سبيسيال، كما كنشوفوا كولا بيضاء، على حسب الماء الا غسلتي الموطور ولا شي حاجه ما يدخلكش هذاك الماء لداخل. كما كنشوفوا الكولا ديالو سبيسيال، هاد الكولا هادي غير تعاود تردها، راه كتعاود تلصق بوحدها بلا ما تعاود تدير كولا ولا شي حاجه، هاد الكولا كتعاود تحيه من جديد كما كنقولوا، يعني ما خصهاش تطول. السينيال ديالو الجاجه ديالها هي هادي. السينيال فين كاينين هاد الليدات هادو، غنشوفو نحلو هاد الليدات هادو. بالنسبه الى جيت جبد هادي نفس الكولا اللي غادي نلقاو تما، وعندك تنسى هاد الفيش هذا باش تحلو باش يتقي يدخل هاد الخيط هذا باش ما يتقطعش. وغادي نشوفو دابا الديفو منين. كما كنشوفو الليدات الكولا كما قلنا راه كتعاود براسها كتعاود ترجع، واخا تعاود تحلها مره اخرى مره جوج مرات ثلاثه المرات، غير ما تخصهاش تطول بزاف. بالنسبه للخيط ديال السينيال لقيناه مقطع في هذه البلاصه هذه، فيها بلس وفيها ماس كما كنشوفوا، تقطع ديال الماس ديالها. نشوفوا واش خدامه ولا لا، نتيستيوها قبل ما نسيدوها بالكاويه، نتيستيو واش هذاك الشيء اللي لقينا هو اللي واقع ليها دابا. غادي نبلاصيو السينيال البلاصه ديالو ونديرو السينيال ديالنا ونشوفوا كيفاش. نشوفوا دابا نبلاصيو الفيش في البلاصه ديالو فين كيركب في الموتور، نشوفوا هذا الشيء هذا كيفاش راه داير. الكولا اللي دايرينهم على حسب الماء باش ما تبقاش يضيع هذا الشيء هذا، خاص هذه الكارطه هذه فين لاصقت السيركويات وهذا الشيء. الكارطه الا تقص غير بالماء خصك جي بي تير باش تغسل هذا الشيء، هذا راه مزيان ما تنقيش ما والو. حنا غادي نشوفوا دابا هذاك الخيط اللي لقينا مقطوع اصلا ديال السينيال، واش غادي يخدم لنا السينيال كما كان ولا لا. بالنسبه للفيوز هو خدام كما كنشوفوا، نشوفوا السينيال واش غادي يعطينا، ها هو خدام كما كنشوفوا السينيال ديالو هو هذا ديال الصينيو. دابا غادي نركبوه بالكاويه وغادي ترجع السينيال ديالو كما كان. هادشي فيه شويه ديال الصعوبات بالنسبه للحلان ديالو، وبالخدمه ديالو راه ساهله ماشي شي حاجه، بلا ما تخاف من الحلان ديالو ولا شي حاجه، هو مكرفس شي شويه وني تحلو غتصاوب ما عندك حتى شي اشكال هنايا، ما كاينش شي حاجه اللي غادي تضيع. هاد الخيوطات هما اصلا ديالهم ماشي شي حاجه اللي شاده مزيان بليتان، غادي تكوى مزيان وغادي نخدمو حتى الاخر. تبعونا دابا حتى الاخر ديال الفيديو باش نوريكم التلصاق ديال الجاجه ديالو كي دايره، حيت فيها واحد الفرنات راه ما قلتلكمش قبيلتي، ما قلتلكمش في الاول. بالنسبه لدوك الفرنات غنوريك كي دير تحيدهم، في واحد الفرنات بالنسبه للجاجه. تبعوا معنا الفيديو حد من رد هذا السيدي هذا بالكاويه، وتبعوا معنا الفيديو حتى الاخر باش نوريكم كيفاش ديروا ترجعوا هذيك الجاجه ديال السينيال. مني صوبنا هذا السينيال هذا سيدي لنا داك الخيط ديالو، نشوفوا هذا كتبلاصي هذه البياسه الاولانيه وكتخرج هذا القومه اللي كتكون خارجه من هنا على حسب الخيط باش ما يدخل لا ما لا والو ديال لافاج. بالنسبه لهذ الكولا هذه ما دير لا كولا لا والو، هذ الكولا راه كتحيا كما كنشوفوا دابا، غادي نبلاصيها غير شي شويه بحال هكا، كتعاود تحلها كتلقى الكولا راه رجعات للبلاصه ديالها، كتشد ما كتوليش كتولي شاده كما تنشوفوا في الفيديو، بلا ما تعاود هاد الكولا ما دير لا كولا جديده لا والو. هاد الكولا راه مزيانه اللي فيها اوريجينال، واخا تتموت كتعاود تحيا وكتبلاصي هاد قبل ما تحل قبل ما تحل بعد هاد السينيال هذا ما وريتكمش فيديو من الاول، كتحيد الفرنات ديالها من هنايا، كاين فرن من هنا وفرن من هنا، فيها اربعه ديال الفرنات كتحيدهم ليها كما كنشوفوا باش تحيد الدجاجه، واخا راه مكرفصه شويه تتبعها بشويه بشويه حتى كتحيدها
وكتعاود تردها للبلاصه ديالها، كترد الفرانات كما كنقولوا للبلاصه ديالهم باش تلقى كلشي يشد هو هذاك البلاصه ديالو. من بعد ما صوبنا هذا السينيال هذا غادي نشوفوا دابا السينيال ديالو كيفاش غادي يكون. السينيال ديالها تبارك الله مزيانه، فيوزات تبارك الله راه مزيانين كما كنشوفوا، السينيال الجهه الاخرى حتى هو راه مزيان. هذا هو اللي كنت نعاود نشوفوا فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله.